هل يجوز لي القصر في الصلاة علما بأني أدرس في بريطانيا ودراستي سوف تستمر لمدة 6 سنوات، لأنني سمعت من البعض أن القصر جائز وأنا أقيم هناك طوال هذه الفترة للدراسة. يا أخي القصر للمسافر، وأنت تقول أنك مقيم، المقيم ما هو مسافر، يتم الصلاة، أنت مقيم وتبي تأخذ سنين فعليك إتمام الصلاة لأن السفر انقطع بالإقامة. نعم. واللي قال أنه أنك تقصر هذا غلطان، هذا خطأ، هذا خطأ، لأنك لست مسافرا وإنما أنت مقيم. نعم.